استشهدوا والان جاي يستشهدون. الان احنا الفجر دا نصور بالتحرير. احب اقول لهم اللي استشهدوا هم الامتداد الحقيقي للامام الحسين العظيم. الحسين يريدكم صرخه بوجه الانجاس، قضيته يحرر الافكار وفهموها. الحسين اللي قالها من الذله لا هيهات، كرامتكم عزيزه وثوب لبسوها. الحسين يظل مناره ينور التاريخ، ثائر ثم ثائر كلمة حفظوها. الحسين يريدكم عالظالم تهبون، شعلة نار بد ما يوم تطفوها. وحق كل قطرة سالت من دم الشبان، ثمن أرواحكم لازم تدفعوها. زين زين.